أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ألم يروا إلى الطير المسخرات في جو السماء ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ففهمنا يا سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. فتخطفه الطير
فتخطفه الطير فتخطفه الطير ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير فتخطفه الطير أو تهوي به الريح أو تهوي به الريح أو تهوي به الريح أو تهوي به الريح في مكان سحيق والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحا والله عليم بما يفعلون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا مواطق الطير علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير والطير فهم يوزعون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا لأعذبنه عذابا شديدا
لأعذبنه عذابا شديدا أو أو لا أذبحنا أو لا يأتيني بسلطان مبين. اللهم عليك بكل طيار من الجان اللهم وعليك بكل طيار من الجان قدم العيون والحسد والأسحار. اللهم وعليك بكل طيار من الجان وقفوهم إنهم مسؤولون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم
إذ الأغلال في أعناقهم إذ الأغلال في أعناقهم إذ الأغلال في أعناقهم إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون والسلاسل يسحبون والسلاسل يسحبون والسلاسل يسحبون والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم إذ الأغلال في أعناقهم إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون والسلاسل يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم إذ الأغلال في أعناقهم إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون والسلاسل يسحبون والسلاسل يسحبون والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون 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 في الحميم ثم في النار 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 يسجرون خذوا فغلوا خذوا فغلوا خذوا فغلوا خذوا فغلوا خذوا فغلوا ثم الجحيم صلوا ثم الجحيم صلوا ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ضرعها سبعون ذراعا فاسلكون ثم في سلسلة ضرعها سبعون ذراعا فاسلكون ثم في سلسلة ضرعها سبعون ذراعا فاسلكون إنه كان لا يؤمن بالله العظيم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم طير نبابيل طير نبابيل طير نبابيل طير نبابيل وأرسل عليهم طيرا وأرسل عليهم طيرا وأرسل عليهم طيرا وأرسل عليهم طيرا طير نبابيل طير نبابيل طير نبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل
فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم رب الناس أذيب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذيب الباس أذيب الباس أذيب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذيب الباس أذيب الباس أذيب الباس واشف أنت الشافي واشف أنت الشافي واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ألم يروا إلى الطير المسخرات في جو السماء ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه 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 وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه 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 ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال وسخرنا مع داود الجبال الجبال يسبحن والطير يسبحن والطير والطير وكنا فاعلين يسبحن والطير يسبحن والطير 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 وكنا فاعلين فتخطفه الطير فتخطفه الطير فتخطفه الطير فتخطفه الطير فتخطفه الطير ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فكأنما خر من السماء فكأنما خر من السماء فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير 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 أو تهوي به الريح أو تهوي به الريح أو تهوي به الريح أو تهوي به الريح في مكان سحيق والطير صافات والطير صافات والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحا والله عليم بما يفعلون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا مواطق الطير علمنا مواطق الطير علمنا منطق 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 الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير والطير فهم يوزعون وحشر لسليمان جنوده
وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين. اللهم وعليك بكل طيار من الجان اللهم وعليك بكل طيار من الجان خدم العيون والحسد والأسحار اللهم عليك بكل طيار من الجان ساحر
اللهم وعليك بكل طيار من الجان ساحر، اللهم وعليك بكل عاشق طيار وكل ساحر طيار وكل حاسد طيار، اللهم وعليك بكل طيار من الجان، اللهم عليك 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 بكل طيار من الجان، وقفوهم إنهم مسؤولون، 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 إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، إذ الأغلال في أعناقهم، 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 والسلاسل يسحبون، والسلاسل يسحبون، والسلاسل يسحبون، والسلاسل يسحبون، والسلاسل يسحبون، إذ الأغلال في أعناقهم، إذ الأغلال في أعناقهم، إذ الأغلال في أعناقهم، والسلاسل يسحبون، والسلاسل يسحبون، إذ الأغلال في أعناقهم، إذ الأغلال في أعناقهم، إذ الأغلال في أعناقهم، والسلاسل يسحبون، والسلاسل يسحبون، والسلاسل يسحبون، والسلاسل يسحبون في الحميم، ثم في النار يسجرون، 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 في الحميم، ثم في النار، ثم في النار،
ثم في النار يسجرون. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ضعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. طير نبابيل وأرسل عليهم طيرا طير نبابيل ترميهم بحجارة من سجيل تجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم رب الناس أذيب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذيب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذيب الباس واشف أنت الشافي واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.